انت شو جاي تعملي هون؟ انا احفظوا منيح هالمشهد. كتير حلو فستانك. فضحها تظهر بتسهر يوم اللي مات جوزها، وبعد 3-4 ايام تلبس فستان احمر احمر. بهدلة. انت بلا تهذيب لما بسألك اذا ظهرت تسهري بتجاوبيني ايه او لا. لك انت شو وقح فهمنا بلا ذوق، فهمنا كمان بلا فهم. عم قلك فيلم من بيتي وهلا شو رح يصير بين مجد وهنا؟ لبس فستان احمر احمر. وما قلنا لك فهمنا. مش انا يوميا خلال شهر رمضان المبارك على الـ LBCI والـ LDC.